اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المحترف. برحب بحضراتكم وبرحب بيك مره ثانيه يا دكتور طارق في المحترف. وكنا بنتكلم على متعه كره القدم اللي انا شايف انها بتقدم في اجمل صورها من خلال الدوري الانجليزي. شفت اولا انطلاقه الجوله الاولى للدوري الانجليزي ازاي يا دكتور؟ هو بص، ما كانش حد متصور ان من الجوله الاولى، من اول جوله كده، ان يحصل هذه الاثاره والمتعه اللي شفناها. ما حدش كان متخيل ان الدوري الانجليزي اول اسبوع يبقى 34 هدف في 10 مباريات. صحيح. بمعدل 3.5 هدف تقريبا في المباراه الواحده. يعني ما حدش كان متخيل ان هي المتعه تيجي بسرعه كده. وبعد كده ما فيش مباراه خلصت بالتعادل، كل المباريات كانت فوز. يعني بنتكلم 10 مباريات ب10 فوز. ويمكن دي كانت يعني استوقفتني، لان من بدايه الموسم واحنا شايفين كل الفرق، حتى الفرق اللي على المستوى الشامبيونشيب اللي طالعه من الشامبيونشيب كان عندها امال ويمكن حققت نتائج ايجابيه. اشوف مع حضرتك يمكن النتائج او يعني نتائج الجوله الاولى زي ما حضرتك شايف. طبعا برينتفورد حقق نتيجه فوز 2-0 على الارسنال. المان يونايتد كان اول مباراه ومفاجاه كبيره، اول مباراه انه فاجئ بفريق صاعد يفوز على فريق عتيد. صحيح. في الدوري الانجليزي ارسنال 2-0 وجولين حلوين جدا. برينتفورد قدم عرض رائع جدا، ما كانش فوزه بالصدفه انما اداء مميز جدا. تاني يوم بقى على طول الصبح في ماتش الظهر مان يونايتد مانشستر يونايتد يكسب ليدز 5-1، ونشوف اول هاتريك كمان في الدوري الانجليزي عن طريق طبعا برونو فرنانديش النجم البرتغالي الرائع، عمل هاتريك في المباراه دي. وكمان بوجبا كمان عامل المباراه وعامل اسيست، يمكن عامل 3 اسيست، اكتر من رائعه، وكان على مستوى عالي جدا. وزي ما بتقول اول جوله في من هاتريك، يمكن الهاتريك ده يمكن كان بدايه ما تقررش اولا من بدايات الانطلاق البريمير ليج من سنوات طويله. بالظبط. فجي كمان المان يونايتد بيقول انا قادم بقوه، يعني عينه على اللقب بشكل او باخر. يعني مظبوط، مانشستر يونايتد السنه اللي فاتت رجع بعد سنوات طويله من ايام السير اليكس فيرجسون، كان بعيد عن الصوره، دايما كان في مراكز متاخره. السنه اللي فاتت دخل في المنافسه وان كان عن بعد شويه مع السيتي، لكن قدر ان هو يقدم كره حلوه. حتى هذا الاسبوع يعني برونو فرنانديش وايضا بول بوجبا الاثنين دخلوا في التشكيله المثاليه للاسبوع الاول للدوري الانجليزي، الاثنين من يونايتد، فوز كبير جدا 5-1. بعد كده تشيلسي يظهر العين الحمراء امام كريستال بالاس ويفوز 3-0، ويفوز عن اقناع باداء يعني يستحق التقدير من فريق فاز ببطوله اوروبا وهو كان خارج الترشيحات. تشيلسي كان في السنوات الماضيه دايما كل سعيه فقط انه يبقى ضمن رباعي المقدمه عشان يلحق مقعد في الشامبيونز ليج، لكن ينافس على اللقب لا. لكن السنه دي بالاداء، باللعيبه اللي جايين، ولوكاكو كمان لما يجي. صحيح. على التشكيله الموجوده كمان ما كانش لوكاكو ما كانش موجود كمان.